حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون: هل هذا الشخص يفكر بك؟ لما بتيجي على باله بيحس بايه؟ كمان هنشوف لما بيشوفك او بيشوف صورتك بيحس بايه، او بيبقى عاوز يقولك ايه، وهل فعلا الشخص ده عاوزك وعاوز ياخد خطوة تجاهك ولا لا، عاوز يفضل زي ما هو. طيب، القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسم الشخص أو باختيار الحجر. الحجر الأول الحجر الأخضر، الحجر الثاني الحجر التركواز، طيب لو انتوا أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بعمله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معي على رقمي، رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا نبتدي بأول قراءة ونشوف الشخص ده بيفكر فيك ولا لأ. بس تعالوا كده ناخد ورقتين من كروت الانرجي. اهو الحجر الأخضر مجموع رقم واحد. تعالى الأول ناخد ورقتين من الإنرجي لطاقتك وورقتين من الإنرجي لطاقتك. عايزين نعرف طاقتك انت عاملة ازاي عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوف القراءة اللي بعد كده. هناخد ورقتين هحط كده على طول. ماشي، اوكي، وهحط ورقتين ليه. هو عايزين نعرف طاقة هذا الشخص. طيب، يخيلي ان انتوا اتنين زي بعض او قريبين من بعض. طيب، يمكن انت دلوقتي بتحط خطط، بتفكر في حاجة عاوز تعملها بقالك كتير. دلوقتي يمكن انت شغال في مرحلة التحضير لحاجة، بتحضر لحاجة انت نفسك تعملها. يمكن تكون عاوز تسافر في مكان تاني، يمكن تكون عاوز تشتغل في حتة تانية، يمكن تكون مش كل ده، يمكن تكون انت عاوز تغير من شخصيتك، تغير من طباعك، تطلع ناس من حياتك، تدخل ناس جديدة، تتعرف يعني على ناس جديدة. كمان شايفة ان انت يمكن قريب من ربنا الفترة دي، يمكن بتحلم احلام مبشرة ليك، او حاسس ان في اتصال روحاني بينك وبين ربنا. تعالوا نحط برضو كروت من كروت التالو. انت شايل مسؤولية حاجة والحاجة دي تعباك جدا وبتفكر فيها بقالك فترة. يمكن عاوز ان انت تظبط وضعك المالي عشان انت وضعك المالي مش كويس، وعاوز ان انت تستقر شوية وتبقى حاسس ان انت مش شايل الحمل، لان الحمل اللي عليك تعبك جدا. انت بتفكر في الاستقرار المالي. كمان انا شايفة ان انت سنجل او مفيش حد في حياتك دلوقتي، انت لوحدك. برضو الكارت ده زي الكارت اللي طلع في كروت الانرجي، ان انت يمكن بتدعي ربنا او عندك صلة بربنا الفترة دي قوية جدا، وحاسس ان هو بيبعت لك اشارات من الكون. اي حاجة يعني، ممكن تكون بتشوف ارقام كتير الفترة دي زي بعض، يعني مثلا 11 11، بتشوفها كتير، بتحس ان دي اشارة من ربنا لحاجة، او بتحلم احلام معينة بتحسسك برضو ان دي اشارة من ربنا لحاجة. تمام، انا شايفة ان وضعك المادي مش كويس وانت بتحاول ان انت تحسنه، او نفسك ان انت تحسنه عشان ما تبقاش في ضغوطات. يمكن عشان كده طلع لي كارت استراتيجي، اللي هو انت قاعد بتحط استراتيجيات في حياتك وبتحط خطط عشان تمشي عليها. طيب، الشخص اللي انت بتفكر فيه هو كمان قاعد في حالة ريست. يمكن هو واخد اجازة من شغله، يمكن هو ساب شغله، يمكن هو بعيد عن الناس الفترة دي وبيعمل برضو اتفاقية. يعني انت بتعمل استراتيجي وهو بيعمل اتفاقية على حاجة، برضو عاوز يغيرها في حياته او عاوز يعمل حاجة في حياته. زي ما قلت لك انتوا طاقتكم انتوا الاثنين مشابهة لبعض جدا. طيب تعالوا نشوف كروت التارو. هو حاسس بتواصل روحي، حاسس بتواصل روحي قوي جدا معاك. الشخص ده هو اللي حاسس بتواصل روحي قوي. انت حاسس باتصال مع ربنا، هو حاسس بتواصل روحي قوي وحاسس بحب قوي من ناحيتك. الشخص ده يعني كارت التين اوف كابس طالع له. بص،
هو في انجذاب جسدي عليك، في انجذاب فكري، في انجذاب روحي، في حب من الشخص ده. يعني هو شخص ميكس من كل حاجة، انجذاب جسدي وشكلي وانجذاب روحي، انجذاب فكري وعقلي وحب، وكل ده فيه غموض، كل ده فيه بعد غموض ما مش بيبين لك، بس كل ده عليك في الطاقة الحالية اللي احنا فيها. الشخص ده منجذب ليك جدا روحيا وجسديا، وبيبعت لك مسجات، بيبعت لك رسائل، يمكن بيعمل لك تخاطر كمان. الشخص ده بصوا، يمكن الشخص ده بيعمل لك تخاطر. لو انت لقيت نفسك مرة واحدة بتفكر فيه، او لقيت ان هو على بالك ومش عايز يروح من بالك خالص، يبقى الشخص ده بيعمل معاك كمان جذب او تخاطر. خدوا بالكم، الشخص ده في الفترة الحالية منجذب ليك جدا، يمكن اكتر منك، يمكن انت ما بتفكرش فيه اكتر ما بتفكر في دراستك او في عملك، اموالك، المسؤوليات اللي عليك، يمكن هو بيفكر فيك اكتر. طيب، ممكن يكون الشخص ده من برج الجوزاء، برج العقرب، برج الجدي، ممكن تكون انت من برج العذراء. طيب تعال نشوف. القراءة هتقول لنا ايه؟ تعالوا نشوف، هل هذا الشخص يفكر بك؟ هل هذا الشخص يفكر بك؟ يا سيدي، على فكرة الشخص ده بيحبك جدا، يمكن بيحبك اكتر ما انت بتحبه. يمكن اول مرة اشوف كروت تارو واقول لكم ان الشخص ده بيحبكم اكتر ما انتوا بتحبوه، بيقدركم اكتر ما انتوا بتقدروه، بس هو شخص غامض، ما بيحبش يبين حاجة، او بيحس ان هو لو بين حبه قصادك يقل في نظرك مثلا، او انت تقول خلاص ان انت امتلكته. ما بيحبش يحس ان حد امتلكه، بس هو بيحبك جدا. الشخص ده شايفك الامان، الاستقرار، الحب، السلام، شايفك شخص مختلف عن الاشخاص اللي حواليه، شخص نجم، وكان بيتمنى يقابل شخص زيك بمواصفاتك، بجمالك، بشكلك، بروحك، بعقلك، بكل حاجة انت عاجبه. كمان بيحس جنبك بالعطاء، بيحس جنبك ان هو مش محتاج حاجة، انت بتديله كل حاجة هو محتاجها، سواء نفسيا، سواء ان انت شكلك حلو يعني بينجذب ليك برضو جسديا وشكليا، وسواء روحيا روحه متفقة معاك، حاسس بحب كبير من ناحيتك. وبعدين مش حب عادي، ده مش حب عادي، لا بالعكس، ده حب اللي هو بتاع زمان، الرومانسيات بتاعت زمان دي. تمام. طيب، الشخص ده بيقلق في بعضك جدا، او بيقلق وانت مش معاه، بيراقبك جدا جدا وعينه عليك، بيفكر فيك على طول، ويمكن كمان بيصحى من النوم انت في دماغه وفي باله. يعني اول ما يفتح عينه من النوم انت بتيجي في باله وبتيجي في فكره على طول، حتى هو في شغله انت في باله وفي فكره. طيب كمان يمكن الشخص ده ميكس غريب شوية، تحس ان هو رومانسي وبيهتم بيك وقريب منك وكل حاجة كويسة، وشوية تحس ان هو طاقته بطيئة، وشخص بيحب شغله وعمله وما بيفكرش فيك، وما بيفكرش ان هو يطور بعلاقته معاك. في ميكسين، هو فعلا الميكسين دول، ميكس شوية يبين انه بيحب، وميكس يشد نفسه تاني لما يحس ان يبان عليه قوي الحب، يبين لك الشخصية دي، الشخصية اللي هي ما بيهمهاش حاجة في حياتها الا شغله، ما بيهموش حاجة في حياته، او بيفكر بعقله اكتر من قلبه، ولكن هو من جواه شخصية حنينة جدا، وشخصية بتحب من قلبها بجد. يعني هو كمان مش بيفكر فيك وبس، لا، ده انت لما بتبعد عنه، او لما ما بيعرفش اخبارك، بيبقى في حالة من القلق، بيبقى في حالة من الوجع، بيحاول ان هو يشوف انت بتعمل ايه من بعيد لبعيد،
برضو ما يبين لكش، يعني برضو كل ده في الخفاء، يعني طلع ان هو معجب بيك في كل حاجة جسديا وشكليا وبيحبك، وفي انجذاب روحي، وكل ده هو الهاي بريست اللي هو مش مبين غامض. تمام، طيب تعال نشوف اكتر، بيفكر هل الشخص ده بيفكر فيك؟ انا لسه بقول ايه، لسه ما كملتش كلامي. ايوه بيفكر فيك بس في الخفاء من غير ما حد ما يعرف، ولو سأل حد عنك، لو في اصدقاء مشتركين وسأل حد عنك بيسأله برضو بطريق غير مباشر، ان هو ما يبينش ان هو في انجذاب من ناحيتك ليه. حتى انت لو حس ان انت حسيت او ابتديت تعرف ان الشخص ده معجب بيك، بيتقلب للشخص ده اللي هو يكون بيفكر بعقله اكتر، يبعد، يبقى همه شغله او يشغل باله في شغله، يتقل شوية عليك يعني، فاهمني؟ طيب ده هو كمان عاوز ياخد خطوة، يعني الشخص ده عاوز ياخد خطوة، هنشوف هو هيعمل ايه. بس تعالوا نعرف لما بتيجي على باله او لما بيشوف صورتك او بيشوفك وجها لوجه، لو انتوا بتتقابلوا او انتوا في مكان شغل واحد او لو انتوا اصدقاء، بيحس بإيه؟ طيب ممكن يكون الشخص ده من برج العقرب، الدلو، السرطان، القوس. تعالوا نشوف الشخص ده بيحس بإيه لما بيشوف صورتك أو لما بيشوفك عامة. أو لما بتيجي على باله. طيب عايزين نعرف لما بتيجي على باله تحس بإيه. لما بيشوفك بيحس بإيه. لما بيشوف صورتك بيحس بإيه. العلامة دي على فكرة مسك، كان في ايدي مسك وعمل عليه كده، حلو جدا، بحب جدا اشم ريحة المسك، طاقته عالية جدا. طيب تعالوا نشوف لما بيشوف صورتك بيحس بإيه. طيب تعالوا نبتدي ونشوف. اول حاجة احنا قلناها لما بتيجي على باله بيحس بايه، بيبقى متردد، بيبقى متردد جدا جدا جدا، يعني لما بتيجي على باله بيبقى متردد قوي. لو انتم اصدقاء، خايف ان هو يتكلم معاك ويحول العلاقة ما بينكم من اصدقاء لشخص معجب بيك، فانت تمشي وتسيبه لو انتم اصدقاء. طيب لو انتم يعني الشخص ده هو معجب بيكم وانتم اصدقاء، مفيش بينكم اي حاجة. طيب لو انتم برضو لو انتم منفصلين وفي بينكم اصدقاء مشتركة، الشخص ده متردد انه يروح يكلم الاصدقاء دي عشان ترجعوا لبعض ولا لا، ده لو في بينكم اصدقاء مشتركة. المهم ان الشخص ده متردد جدا جدا من ناحيتك، وخايف ان انت تمشي وتسيبه لو هو عاوز يرجع لك او هو عاوز يعترف لك بحبه، بالنسبة لو ده كراش. تمام، طيب او عاوز ياخد القرار اللي هو قلقه من ناحيتك، قلقان ان انت تمشي وتسيبه وقلقان ان انت ترفضه، عاوز ياخد القرار في الحتة دي. لما بتيجي على باله بيبقى عاوز ياخد القرار ويخلص بقى، ويخلص من التردد اللي هو فيه ده، يعني يا ريت يعني. طيب اما بيشوفك بص، الشخص ده لو بيشوفك already، لو بيشوفك already في شغلك او مثلا في دراستك او كده، او بتشوفه كل يوم، الشخص ده لو
اول ما بيشوفك بيحاول ان هو يظبط لبسه، بيحاول ان هو يكون في شكل احلى، يعني يسرح شعره مثلا، يظبط القميص بتاعه لو هو ولد، لو هي بنت تظبط طرحتها، يعني ده اول ما بيشوفك خالص. ده لو انتوا معجبين ببعض وفي بينكم صداقة، او زمايل في الشغل او زمايل في دراسة. طب لو انتوا منفصلين، الشخص ده لما بيشوفك لو انتوا منفصلين الشخص ده لما بيشوفك بينهار زيادة، بيحس ان هو تعبان، بيحس ان هو متكتف، بيحس ان هو عاوز يدافع عن نفسه قصادك، عاوز يكلمك، عاوز تقرب منه وانت تقرب وهو يقرب منك. فالشخص ده لما بيشوفك وجها لوجه وانتم منفصلين بينهار كليا، بيبقى حاسس ان هو متكتف ومش عارف يقرب منك ومش عارف يعمل ايه، مش عارف ياخد خطوة تجاهك، بيحس ان هو طاقته ضايعة، لأن يعني هو زطور منهار، بيبقى عاوز يدافع عن نفسه قصادك. يعني الظاهر ان هو غلط في حقك لو انتم منفصلين. طيب تعالوا نشوف لو بيشوف صورتك او لما بيشوف صورتك بيحس بايه. بيقعد يبص عليها قوي ويركز فيها قوي ويفكر. صورتك بتخليه يحس بحبك زيادة، يعني لو انت بتنزل مثلا صورك على السوشيال ميديا او حاططها اوريدي يعني او هي معاه، فلما بيفتحها بيحس بقد ايه هو معجب بيك، قد ايه هو منجذب ليك، وقد ايه هو حاسس بحب من ناحيتك، وقد ايه انت شخص جميل قوي وفيك كل حاجة هو كان بيتمناها. بيحب جدا لما تفتح لما تنزل صورتك، او لو هو يفتح صورتك بيبقى مركز فيها كده، بيبقى نايم مثلا فاتح صورتك وبيبص عليها كده ومركز فيها قوي، بيبقى حاسس بالانجذاب قوي قوي، يعني الانجذاب بيزيد. طيب ممكن يكون انت او هو من برج العقرب او الحوت. تعالوا نشوف بقى الشخص ده عايز ياخد معاك خطوة. هل فعلا عاوزك وعاوز ياخد معاك خطوة؟ رقم واحد، هل فعلا الشخص ده عاوزه وعاوز ياخد معاه خطوة؟ تمام كده، ناخد كروت الرومانس، ناخد منها كارت واحد يبين لنا الطاقة ايه بتاعته. بص لسه متردد، يعني الشخص ده هو لسه متردد، لسه مش عارف ياخد الخطوة ياخدها ولا لا. طب يبقى اول كارت طلع ان الشخص ده متردد، هو متردد جدا على فكرة، جدا يعني كل كروت التردد طلعت للشخص ده. طيب لو الشخص ده انت في مشكلة ما بينك وما بينه، فالقدر هيجمعكم مع بعض تاني. القدر هو اللي هيخش في الموضوع وربنا طبعا عشان ترجعوا لبعض تاني. طيب تعالوا نكمل بقية الكروت ونشوف الشخص ده هل فعلا عاوزك وعاوز ياخد خطوة ولا لا. بصوا الشخص ده من ناحية معجب بيك، معجب بيك جدا، من ناحية في حب، في حب حتى للمنفصلين الشخص ده مازال يحبك، بس هو شخص زي ما قلت لك غامض شوية. الكارت ده والكارت ده بيقولي ان هو يعني بسبب تردده ده ممكن ان هو يتأخر ان هو يرجع لك لو انتوا منفصلين، او يعترف لك او يقول لك ان هو بيحبك لو انتوا الشخص ده معجبين بيه وهو معجب بيكم. هو عنده قناعة دلوقتي بالوضع اللي هو عليه الحالي، وبرضه عنده قناعة ان هو يفضل يراقبكم من بعيد ويفضل متردد كده لفترة لحد ما ياخد القرار ان هو يتكلم معاكم او ان هو يرجع لكم. كله هيبقى بالصدفة بترتيب من ربنا، القدر اللي هيجمعكم مع بعض. تمام. طيب انا شايفة ان الشخص ده في حياته حاجة ممكن تكون هي اللي مأثرة عليه، ويخيلي ان هي تبع شغله، الحاجة دي تبع شغله، لان كارت ذا تاور جه قبليه كارت السيفن اوف بنتكلز، فممكن يكون هو عنده ازمة مادية مخلياه مش عنده الجرأة او مش عنده الحماس ان هو يتكلم معاك بقلب جامد، ان هو يرتبط بيك ارتباط رسمي، ده لو انتي بنت طبعا.
او لو انت شاب فالبنت دي ممكن يكون عندها ازمة في حياتها، في بيتها، مع عيلتها، من صغرها، او هي بتصرف على اهلها، فيمكن عشان كده برضو هي طبيعي مش هتيجي تقولك يعني ان هي بتحبك او معجبة بيك، بس يمكن تكون لما انت بتعبر لها هي بتستقبل منك شوية وبعد كده تبعد عنك خالص، فانت مش عارف تعمل ايه. تمام، بس الشخص ده من ناحية بيحبك بيحبك. خلينا ناخد كارت من الرومانس. طيب ده بيقول لك ماشي، ده بيقول لك ان في شخص من الماضي رجع لك. بالنسبة للمنفصلين، في شخص من الماضي رجع لك، جاي لك اهو. الكارت التاني بيقول لك انت خلاص قابلته، يعني انت قابلت الشخص المختار ليك، انت فعلا قابلته. فانا شايفة ان الشخص ده من ناحية ان هو عاوزك، عاوزك جدا جدا جدا، عاوز ياخد خطوة تجاهك، عاوز، بس هو دلوقتي متردد. تمام، بسبب حاجة عنده، والمشكلة دي بسبب شغله، ف عاوز ياخد خطوة هياخدها، بس ممكن تكون بعد شوية، مش دلوقتي، بعد شوية هياخد الخطوة معاك، لان هو معجب بيك جدا. يعني انا اول مرة انزل كروت الاقي شخص معجب بيك، شكليا، جسديا، روحيا، ومعجب بعقلك، يعني ده عدى كل حاجة، وكمان بيحبك. طيب ممكن تكون انت او هو من برج العقرب او برج الحمل. تمام، طيب احنا كده خلصنا مجموعة رقم واحد، تعال نخش على مجموعة رقم اتنين والحجر التركواز. اهو بأول حرف من اسم الشخص اللي هتحطه في بالك، شيل ده كده. ناخد من كروت الانرجي الاول كارتين ليك وكارتين للشخص. طيب تعالى ناخد كارتين ليك انت عشان لو الطاقة منطبقتش تشوف مجموعة رقم واحد. طيب ده انت عندك بدايات اهو، او بتفكر في بدايات جديدة في حياتك، بتفكر في مشاريع جديدة، في شغل جديد، في علاقات جديدة، ناس جديدة، بشكل جديد في حياتك. The sun ورقم واحد، كارت نمبر 1 و The sun. عاوز تطلع، عاوز تنطلق، تعمل مغامرات، تعرف ناس جديدة، تعيش حياتك وتعيش سنك، عشان انت يمكن بقالك كتير منغلق على ذاتك وتعبان نفسيا، انت قررت ان انت تنطلق. كمان شايفاه حسد، في حسد عليك، مجموعة رقم اثنين، او انت حاسس ان في ناس حاسدينك. ايوه في ناس حاسدينك وفي طاقة حسد. تعالوا نحط هنا كروت للشخص اللي انت بتفكر فيه. هو بيدور على الرعاية، هو دلوقتي في طاقة ان هو بيدور على رعاية. قافل على قلبه على فكرة، والشخص ده مش اي حد يخش قلبه، الشخص ده مش اي حد يخش قلبه نهائي، ومش اي حد بيقدم له الرعاية يدخله قلبه، لا هو بيدور على حاجة معينة، او في الطاقة الحالية هو بيدور على احساس معين هو عاوزه. تمام، طيب تعالوا ناخد من كروت الطارو عشان نأكد الكلام، او اذا ظهر حاجة جديدة. انت برضو سبحان الله سبحان الله. بصوا كارت زفول، ده كارت نمبر زيرو في كروت التارو، وده برضو بيدل على الانطلاق والحرية، وان انت عاوز تغير شغل، تغير ناس، تغير بيت، تغير نيو لوك، تعمل اي حاجة في حياتك جديدة، يبقى في مغامرات وفي اكشن، وده نفس الكارت نمبر ون. طيب انت كمان يمكن وصلت لمرحلة الاستشفاء من حاجة معينة في حياتك، او خلاص بتحاول ان انت توصل لها، يعني حاسس ان انت قربت ان انت توصل لمرحلة الاستشفاء، او بتقول ان انت لو خرجت وبقى عندك انطلاق على الحياة، مثلا تشترك في نادي، تروح الجيم، تعمل اي حاجة تحس بالاستشفاء في حياتك. تمام، طيب نكمل. كمان شايفاكم ان انتوا برضو بتعملوا نيو لوك في شكلكم، بتغيروا من لبسكم، بتعملوا اي حاجة تبانوا فيها اجمل، يعني يمكن تكونوا كمان مثلا لو انتم رفيعين تتخنوا، لو انتم تخان تحاولوا ان انتم تخسوا، يعني يكون في
انت باصص لحياتك الفترة دي او ابتديت تبص لحياتك. كمان عاوز اصدقاء جديدة تخش في حياتك، او ان انت تخش عمل جديد او تتعرف على ناس جديدة. يعني انت كل طاقتك فيها جديد، ما شاء الله ما شاء الله. بس الناس مش سايباك في حالها، في حالك، فبرضه بصل لك وبرضه في حسد من ناحيتك. طيب تعالوا نشوف الشخص ده. طيب الشخص ده يمكن هو اتعرض لأذى قبل كده، خيانة، حد خانه، حد لعب عليه، حد يبين له وش غير وشه. المهم ان هو كان في علاقة ثلاثية وتوجع قلبه بالكلام وبالافعال. الطاقة دي لسه ملازمة الشخص ده، ولسه قلقان، ولسه فقد الثقة في الناس اللي حواليه بسبب الأزمة دي. بس أنا شايفة إن هو حاسس بتواصل روحي معاك، ورغم إن هو حاسس بتواصل روحي معاك ولكن هو في حاجة في قلبه حصلت من زمان خليته يفقد الثقة يمكن في الناس اللي حواليه. زي ما قلتلك الشخص ده حاطط قلبه في قفص ومش سهل انه يطلع قلبه. هو نفسه في احساس معين زي ما قلتلكم برضو في الاول، نفسه في اهتمام معين، نفسه في شخص معين، تمام، بس برضو مش اي حد. ليه برضو الكلام ده؟ عشان هو تعرض لعلاقة ثلاثية زمان، حد ضحك عليه، حد استغله، حد استغل حبه وطيبته، حد استغله ماديا، اي حاجة. فالشخص ده بيحبك او حاسس بتواصل روحي معاك، حاسس ان انت شبهه وانه بيبعت لك مسجات وانك انت الشخص المناسب ليه او الشخص اللي بتكمله. ولكن برضه قلقان الشخص ده، قلقان لان حصل معاه قبل كده، توجع قلبه قبل كده. فالشخص ده قلقان دايما، كان في حياته شخص مش كويس اطلاقا، شخص جرحه، غدر بيه، شخص زي كده كان هو مغمض عينه معاه وهو استغل الحتة دي فيه ان هو شخص طيب القلب. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الجوزاء، وممكن تكون انت من برج الحمل او الميزان او العقرب. تعالوا نكمل ونشوف ونبتدي القراءة بهل هذا الشخص يفكر بك؟ نشوف. واو، طبعا بيفكر فيك الشخص ده، ونفسه في بداية حب معاك، نفسه في بداية علاقة ارتباط. يعني دي علاقة حب وعلاقة ارتباط. ليه؟ لانه حاسس ان انت شبهه، يمكن طباعك نفس طباعه، بيحس ان انت نفس دماغ، انت نفس دماغه. طيب سوري يا جماعة، الفيديو فصل، هنكمل. فبقول لكم الشخص ده حاسس ان انت شبهه وهو شبهك، انتوا الاثنين نفس الدماغ، انتوا الاثنين بتحبوا حاجات معينه غيركم ما بيحبهاش، ليكم طباع زي بعض. هو حاسس بده، فحاسس ان انت بدايه حب او بدايه علاقه ارتباط حلوه جدا ليه، بيفكر فيك جدا. وكمان لو الشخص ده انت انفصلت عنه في الماضي بسبب ايا كان السبب اللي هو انت انفصلت عنه بيه، سواء هو جرحك او انت جرحته، فالشخص ده لسه بيفكر فيك. ولو كان هو اللي جرحك بسبب علاقة ثلاثية، فعايز اعرفك ان الشخص ده برضو الشخص اللي معاه طلع بوشين وعرضه لعلاقة ثلاثية واتوجع، فيمكن عارف قيمتك دلوقتي الشخص ده. طيب اعمل كده عشان الحروف تبان. بيفكر فيك، يمكن كمان بيصحى من النوم بسبب تفكيره الزايد فيك. الشخص ده بيصحى من النوم بسبب تفكيره الزايد فيك. ده بالنسبة للمنفصلين.
انا بقول هنا بيفكر فيك وكل الكروت اغلبها سورد، يعني هو التفكير فيك زيادة زيادة زيادة. وجايلي ايس اوف كابس مع الايس اوف بنتكلز، ده تفكير ببداية حب وده تفكير ببداية ارتباط رسمي. ايوه طبعا الشخص ده بيفكر فيك جدا، حاسس بيك جدا. لو انت كنت معاه في علاقة في الشخص ده ترددت له الكارما، الشخص اللي كان معاه وراله نفس اللي هو وراهولك، نفس اللي انت دقته هو داقه، وهو دلوقتي بيفكر فيك انت مش بيفكر في حد تاني. طيب كمان الشخص ده بيعمل ايه او بيفكر فيك ازاي؟ بيفكر فيك طيب لو انتي بنت فالشخص ده بيفكر فيكي ان انتي شخصية متوازنة جدا، شخصية عاقلة، شخصية محبوبة وحنينة من جواكي، عندك انطلاق وعندك شخصية كده فيها كاريزما، فيها مبهجة، انتي مبهجة جدا. فالحتة دي هو عارفها عنك وهو حاسسها، ولو انتوا سايبين بعض ف الشخص ده مفتقدها جدا فيكي. وكمان التن اوف بنت التن اوف سورد مع الزتار، الشخص ده منهار جدا جدا في بعدك يا مجموعة رقم 2، منهار جدا في بعدك، سواء انت انفصلت عنه بسبب مشكلة كان في بينكم علاقة وانفصلتم عن بعض، او انفصلتم عن بعض من غير اي مشكلة وما كانش في حد قال حاجة منك او منه وبعدتوا عن بعض كده من غير اي انذار. تمام. طيب كمان الشخص ده بيفكر فيك وشايفك ان انت شخص صعب الوصول ليه، انت شخص مش سهل ان هو يوصل لك. كمان شايف ان انت لو انتم منفصلين ان انت بعدت عنه مش هتبص عليه تاني، خلاص كده انت كنت معاه واديته فرصة وهو اللي ما قدرش الفرصة دي وما قدركش انت اصلا، فعارف ان انت شخص قوي ان انت تنساه، لكن هو ما نساكش خالص بالمرة، بيفكر فيك وشايفك ان انت شخص بيتمناه وصعب ان هو يوصل. ده شايفك شخص حلو قوي. لو انتي بنت، لو اللي تسمعني بنت، شايفك شخصية متوازنة ومحبوبة وام بطبعك وحنينة جدا. يمكن كنتي بتخافي عليه، يمكن كنتي بتهتمي بيه، كنتي بتسمعيه، فالحته دي هو افتقدها جدا وحاسس ان هو متألم قوي 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 من الحته دي، ومن ان هو خذلك وخلاكي تعرفي ان هو شخص ما يستاهلش حبك وما يستاهلش قلبك ولا يستاهل كل اللي انت بتعمليه عشانه. طيب الظاهر كده ان كان في علاقات ثلاثيه، ممكن يكون انت او الشخص ده من برج الدلو، برج الجوزاء، برج الاسد، برج الجوزاء تاني، وبرج العقرب. تعالوا نشوف الشخص ده لما بيشوفك بيحس بايه. ده لو انتوا بتشوفوا بعض، هلا اول حاجه لما بتيجي على باله بيحس بايه؟ مجموعه رقم 2، الشخص ده لما بتيجي على باله بيحس بايه؟ تمام. كمان هنشوف لما بيشوفك، لو انتوا بتشوفوا بعض وجها لوجه، انتوا في مكان واحد شغل او دراسة او جيران مثلا او قرايب، بيحس بايه ده لو انتوا لو هو بيشوفك وجها لوجه؟ طيب تعالوا نشوف لو الشخص ده بيشوف صورتك، لو انت بتنزل صورك على السوشيال ميديا، او لو هو صورتك انت معاه بيحس بايه. طيب نبتدي في اول حاجة ونشوف الشخص ده لما بتيجي على باله بيحس بايه. بيحس ان في ناس كتير حواليك، بيحس ان هو غيران شوية، او ممكن ان في حد ياخدك، انت شخص اجتماعي وشايف ان في ناس كتير معجبين بشخصيتك وحواليك واصدقائك، فبيخاف ان حد ياخدك او ان حد يشغل بالك او قلبك او عقلك. لو انتم منفصلين الشخص ده لما بتيجي على باله بيفتكر المشكلة اللي حصلت بينكم بالظبط، وبيفتكر او بيقعد
زي يعمل كده زي قصص او سيناريوهات انه اوحية لانه ازاي يوصل معاك لمرحلة الاستشفاء ومرحلة الصلح دي. يعني بيقعد شكله شخص حالم قوي، بيقعد يحط خطط يخش لك بيها من اي اتجاه حيلة عشان يوصل لمرحلة الاستشفاء او مرحلة ان انتوا الاتنين تكونوا مع بعض في علاقة سليمة مستقرة متوازنة. تمام، ده لو انتوا منفصلين. طيب لو ده كراش معجب بيك وانت معجب بيه و انت بتيجي على باله، او اول ما بيفكر فيك او تيجي على باله بيغير من الناس الكتير اللي حواليك، بيحس ان هو جنبك، حاسس بالامان بالراحة، حتى لما بيفكر فيك بيحس بالامان وبالراحة وبالطمأنينة. كمان بيحاول ان هو يعمل حيل عشان يتكلم معاك، يعني مثلا النهاردة اقول لك ازيك عامل ايه، طب انا محتاج منك مساعدة، بيقعد يعمل الحيل عشان يتكلم معاك كل يوم وياخد عليك وانت تاخد عليه. بس عارف عنك ان انت شخص عصبي. تمام، انت لما بتيجي في باله بيخاف يعصبك او بيخاف يقول لك كلمة انت تتعصب منها. طب لو بيشوفك وجها لوجه بيقعد بعديها بفترة يفكر فيك ويضحك ويبتسم ويقول ان انت الشخص اللي فيه كل حاجة هو بيحبها. كمان لو انت بنت بيقول ان انت المرأة اللي المفروض تكوني في حياته كزوجة، وبيحس بحب شديد قوي 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 ناحيتك، يحس ان هو في طاقة حب كده طالعة من ناحيته ليك. تمام، وبيقعد فترة بعديها يبص عليك ويبص على صورتك ويفكر فيك ويبتسم. طيب لو الشخص ده بيشوفك، بيشوف صورتك، سوري، هنا لو بيشوفك بيجيب صورتك بعد ما بيشوفك في الحقيقة ويقعد يبص عليها ويبتسم. تمام، هنا لما بيشوف صورتك، لما بيشوف صورتك بيحس قد ايه هو وحيد وانه مش معاك، بيحس قد ايه بالوحدة، او بيحس قد ايه بالرفض، او ان انت لو اتكلمت معاه كمنفصلين ان انت هترفضه، وان هو هيحس بالندم لو قدم عليك خطوة واتكلم معاك. انت ممكن ترفضه وممكن تكلمه بطريقة مش كويسة، او ممكن تقوله ان انت ارتبطت، او ان انت في حد في حياتك فما بيرضاش، او ان انت خلاص في علاقة رسمية في حياتك فما بيرضاش يحصل كده، وبيتقوقع على ذاته وبيكتئب. ده لما بيشوف صورتك كان سبحان الله يحس ان انت بعيد عنه وان هو مش معاك وانت مش معاه. يعني فاهمين الحتة دي؟ طيب لو ده شخص انت معجب بيه، مفيش ما بينكم اي خلاف، مفيش ما بينكم اي حاجة، لما بيشوف صورتك بيحس قد ايه هو سنجل والمفروض ان هو يخش في علاقة زواج بقى. بصوا ده جنب ده على طول، ان هو سنجل والمفروض ان هو يخش في علاقة زواج، لان انت الشخص او البنت، ده لو هو اللي بتسمعني بنت، او انت البنت اللي كان بيتمناها. لو اللي بيسمعني راجل، فلما بتشوفك بتحس ان انت الشخص المناسب ليها، او لما بتشوف صورتك بتحس ان هي منجذبة لشكلك، او ان انت الشخص المناسب ليها، او الشخص اللي كانت يعني حطاه في مخيلتها كشكلك كده ان هي ترتبط بيك ارتباط رسمي. طيب ممكن تكون انت هو من برج الثور او العذراء او برج القوس. طيب تعالوا نشوف بقى بعد كده، هل الشخص ده فعلا عاوزك وعاوز ياخد معاك خطوة، طيب تعال نشوف هل مجموعة رقم 2، هل الشخص ده فعلا عاوزك وعاوز ياخد معاك خطوة؟ طيب تعالوا نشوف. واو، فعلا الشخص ده عاوز ياخد معاك خطوة. بداية اهي، بداية بعرض ارتباط، بداية بعرض ارتباط من الشخص ده.
عاوزك جدا جدا، وعاوز ياخد معاك خطوة، عاوز معاك ياخد معاك بداية، عاوز يحس بالاستشفاء معاك وبالراحة، عاوز يحس ان هو خلاص كده بقى علاقته متزنة بالنسبة لعلاقته العاطفية. لان قلت لك الشخص ده هو اتعرض لخيانة مثلا، اتعرض لحاجة، سواء كنت معاه والشخص ده سابك لحد وراح لحد تاني، فالشخص ده برضو خانه. لو ما كنتش معاه، فالشخص ده في علاقة زمان في حياته دخلته في علاقة ثلاثية، ومن ساعتها هو مش مدي الثقة لأي حد، وحاطط قلبه في قفص ومش عاوز ان هو يطلع قلبه. بس حاسس من ناحيتك انت بتواصل روحي وحاسس بيك جدا، عشان كده هو متألم، مش عارف ان هو يقرب منك ولا يبعد، الشك اللي جواه ده يزيد. تمام، ان هو شخص شكاك شوية وعنده فقدان الثقة في الاشخاص اللي حواليه. طيب تمام، الشخص ده عاوزك، عاوز ياخد معاك خطوة بسرعة، مش ببطء، لا بسرعة جدا، بيراقبك جدا وخايف من رد فعلك، عنده قناعة. بصوا قلب لي الورق، عنده قناعة ان انت الشخص المناسب ليه من جواه، بس زي ما بقولك كده هو عنده حتة الشك شوية، وعشان كده يمكن شكك ان في حد حواليك. فلو انت في حد حواليك فعلا، او بتحاول ان انت تغيظه او تضايقه عشان هو يخش يتكلم او يبعتلك رسالة او يكلمك فيس تو فيس، لا ما تعملش كده خالص، ان هو شخص شكاك وشخص غيور وما بيديش ثقة لحد، وحاسس من ناحيتك انت بالامان، فاديله الامان هيجيلك. تمام، الشخص ده مش هيتأخر خالص خالص في انه ياخد خطوة تجاهك نهائي. يمكن طاقته نارية كمان، او هو برج ناري، عاوز ياخد خطوة وبسرعة، بس خايف من رفضك او خايف ان يكون في حد في حياتك، خايف من ده جدا. لو في حواليك ناس، عرفوا ان انت سنجل بطريق غير مباشر. لو بيسألك طمنه، طمن الشخص ده خالص من ناحيتك، هيجيلك وبسرعة وهيعترف لك. لو انتم منفصلين، فالشخص ده برضو عاوز معاد بداية جديدة وبسرعة، وعنده قناعة تامة ان مفيش غيرك هيملى قلبه، مفيش غيرك انه عارف قيمتك، بس برضو خايف ان انت ترفضه او ان انت تقوله لا انا مش هرجع لك، خايف جدا. ويقول لك ترو لاف، حب حقيقي. الشخص ده حب حقيقي، مش اي كلام يعني. طيب، ممكن تكون انت او هو من برج العقرب او السرطان او برج الحمل او برج الاسد. طيب انا كده خلصت قراءة النهاردة، بتكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب، بس بقولكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. قبل ما اقفل، لو حد عنده قراءة معينه او عاوزها او محتاجه الفتره دي، او قراءه جديده ما عملناهاش خالص، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت عشان اخدها واعمل لكم الفترات الجايه كل الفيديوهات اللي انتوا عاوزينها. طيب شكرا ليكم، باي باي.